السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة يا جماعة كان ممكن محتاج مني فلوس جدا، بس انا مرضتش. وانا دلوقتي هعمل لها اختبار، لو اختارت هنشوف هتختار المصحف ولا الفلوس، وتعالى نشوف رد فعلها ايه. كمان خدي سيبي في ايدك، تعالي ايه تختاري، الفلوس ولا المصحف؟ لان كنت محتاجه الفلوس قوي، بس انا هختار المصحف عشان يعني اوري طريقي كلام ربنا جميل قوي. عشان خاطر الكلمه دي سبحانك يا رب. هي ما كانت محتاجه الفلوس، هي ما كانت محتاجه الفلوس، بس سبحانك يا رب رضيت بالقران مش فاضي الفلوس، وعشان الكلمه دي تفضل الفلوس والقران. باي باي.